الربا بمعناه اللغوي هو الزيادة، وبمعناه الفقهي هو الزيادة على رأس المال من أحد المتساويين جنسا مما يكال أو يوزن. طيب نجي إلى الربا، يقسمه إلى قسمين: ربا قرضي وربا معاملي. الربا القرضي مأخوذ في مفهومه الشرط، أعطيك 10 12، نعم. إذا انتفى الشرط، الشرط يؤخذ جزء من العملية، إذا انتفى الشرط فالمشروط عدم عند عدم شرطه. أنا أقول بسم الله الرحمن الرحيم: وأحل الله البيع وحرم الربا. الربا محرم. أيها الفقيه أجيبني، ما هو الربا؟ يقول لي أن الربا المعاملي أن تأخذ زيادة على أحد المتساويين جنسا، والربا القرضي أن تأخذ زيادة مشروطة، أن تقول أن هذه 10 ب12 أو أن هذه 20 ب25. فحيث ينتفي الشرط، نعم انتفى الربا. هذا الدليل